للمزيد تنضم إلينا من رام الله الدكتور تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية. أرحب بك يا دكتور معنا على شاشة القاهرة. وأبدأ من تصريح مندوب الدائم لدولة فلسطين بالأمم المتحدة بمطالبته بإجراءات عاجلة لأن يكون هنالك قرارات مجلس الأمن أن تكون نافذة بوقف دائم لإطلاق النار. هل يملك اليوم مجلس الأمن فعلاً أحقية أو قوة بأن يكون لديه إجراء ينفذ به قراراته بوقف فوري إطلاق النار؟ بداية تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. للأسف أثبت فشل مجلس الأمن الدولي في وضع أي قرار له علاقة بوقت إطلاق النار، وضعي في البند السابع. هذا البند السابع هو الوحيد الذي يمتلك عملية تنفيذ بشكل ملزم، رغم أن كل قرارات المجلس الدولي هي ملزمة، لكن آلية التنفيذ، آلية وضع العقوبات فقط يتم وضعه في البند السابع. فبالتالي المطالبة في عملية تغيير أو عملية إنفاذ هذا القرار بحاجة إلى ضغط. هذا الضغط لا يتأتى إلا من الدول الأعضاء الدائمين، تحديداً الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك كل القدرات وكل الأوراق من أجل أن تلزم إسرائيل بوقت إطلاق النار بشكل نهائي وبشكل مستدام، على الأقل أن تتحول هذه الحالة الصراع أو الأزمة الحدودية أن لا تتحول مستقبلا إلى أزمة في منطقة الشرق الأوسط بشكل مستدام، كون أن ما يحدث الآن على أرض الواقع هي بوادر ما يؤدي إلى حرب إقليمية أو حرب شامل. فبالتالي عملية امتصاص هذه الحرب الحدودية، امتصاصها وتحويلها نحو عملية ترسيخ صفقة أو تبادل أسرى لعلها أن تطفئ هذه الحرب التي أصبحت الآن هناك في سياق أن المنطقة تغلي، وعملية غليان هذه المنطقة لا تتأتى بإطفائها إلا بحل مشكلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. نفاذ طيب. هذا الأمر لا يتأتى إلا بمشروع يتم إقراره وتنفيذه على أرض الواقع، وعملية التنفيذ لا تتأتى إلا بفرض العقوبات على إسرائيل حتى تنفذ هذا المشروع. بفرض عقوبات على إسرائيل دكتور، ومع أن يعني بعض المصادر كانت تشير أنه في شبه عزلة بالآونة الأخيرة، عزلة دولية لإسرائيل، ومع هذا كلما كان هنالك تحرك بمحكمة الجنائية الدولية، كلما كان هنالك ضغط بمجلس الأمن أو بكل المنظمات الأممية والهيئات، كلما ازداد وارتقى عدد الشهداء وازدادت مجازر المحتل الإسرائيلي. يعيد أو يريد أن يثبت أنه فعلا هو خارج أي قانون دولي؟ أولا إسرائيل هي خارجة عن كل القوانين الدولية، تحديدا أن هذه هيكلية الأمم المتحدة هي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية، وانتصرت بها الدول التي ما زالت حتى هذه اللحظة تمسك في زمام الأمور في العالم. لكن نشأت هذه الهيكلية سواء كان محكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية التي تحت إطار ذراع قضائي للجمعية العمومية للأمم المتحدة أو المجلس الأمن الدولي، تم إنشائها من أجل تحقيق مصالح تلك الدول الكبرى وليس كالهدف الأساسي الذي تم ترسيخ وجودها من أجل ترسيخ الأمن أو الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وكل مناطق العالم. على أرض الواقع ثبت فشل هذه هيكليتها وطبيعة هيكليتها ونشأتها، كون أن هناك الفيتو الأمريكي، الفيتو بغض النظر عن طبيعة هذه الدولة التي تضع الامتناع أو الفيتو، هذا يؤدي إلى عرقلة تنفيذ هذا القرار وعرقلة وضع العقوبات. إسرائيل حتى هذه اللحظة هي صحيح الآن في عزلة دولية وإقليمية، وباتت تظهر الوجه البشع الحقيقي أن إسرائيل هي تأخذ الأرض وتستخدم وتتعامل مع العنصرية والإبادة الجماعية وإبادة التجميع وإبادة التعطيش وإبادة القتل في الضفة الغربية أو قطاع غزة. لكن هناك للأسف المسؤولية فيما يتعلق تنفيذ هذه القرارات لم تتأتى بالواقع الإلزامي الحقيقي، نظرا أن الشريك الأساسي بتقديم السلاح ما زال حتى هذه اللحظة مستمر. صحيح دكتور تمارا، أريد أن أختم معك وسريعا بتساؤلي. أشرت إلى أنه ما يمكن أن ينزع فتيل أن تذهب منطقة الشرق الأوسط إلى حرب دامية لا سمح الله هو موضوع الوصول إلى حل هذا الصراع بالقضية الفلسطينية مع المحتل الإسرائيلي. طيب أين هو الوصول إلى الحل ونحن نتحدث اليوم عن معاقبة لمسؤولين بالسلطة الفلسطينية، سحب صلاحيات، جعل البؤر الاستيطانية أمر واقع؟ ما الذي تبقى من أوسلو اليوم؟ سنعود إلى المربع الأول؟ أولا الواقع الفلسطيني الآن بالفعل واقع صعب جدا وخطير، سواء تحديدا الضفة الغربية. أصل الصراع الآن في الضفة الغربية وليس قطاع غزة.
لماذا الضفة الغربية؟ الضفة الغربية حسب معتقداتهم التلمودية والتوراتية أهم منطقة تل أبيب، يجب ضمها إلى الواقع الإسرائيلي، هذا حسب اليمين المتطرف. فبالتالي ما يحدث الآن هو إنهاء أوسلو عندما يتم وضع في خطة سموتريتش، وهي سحب الصلاحيات المهام في المناطق باء وليس سي، المناطق الباء نعم. التي تحت إطار شراكة بين إسرائيل والحكومة الوطنية الفلسطينية، عندما يتم سحب هذه الصلاحيات هذا يعني انتهت أوسلو، انتهت أيضا القضية الفلسطينية، انتهت أيضا السلطة، هم يقومون بتقليد من أجل التهجير الطبيعي وترسيم الحدود الإسرائيلية من جديد، هذا ما يصبو إليه الكيان الإسرائيلي. أشكرك دكتور تمارة حداد الكاتبة والباحثة السياسية، حدثتنا من رام الله، شكرا جزيلا.